طيب ايه اللي بيحصل؟ العقرب عايز ايه الفترة دي؟ عايز قوة، محتاج قوة انتصار، حاسس ان هو في ما تفهمش في تشالنج، في امتحان، في حاجة، عايز قوة علشان يكسب معركة ما، بس المعركة دي مش مع الشريك. نو no. نفسه في ايه؟ نفسه في عودة صديق او حد قديم يعرفه، لان هو متوقع المساعدة منه، ان هو ده اللي ممكن يساعده في الموقف اللي هو فيه ده، هو بس، فهو محتاج مساعدة الشخص ده. شايف شريكه ازاي؟ The sun، الصحة، الفرح، الاحتفال، النجاح، الحب، الشمس، يعني كل حاجة، أعلى طاقة، أكبر طاقة، يعني حب، حب جميل الصراحة. الطاقة بقى ما بينكم فيها ايه؟ Ace of Wands، رزق من عند ربنا، حاجة يعني طاقة برضو حلوة جدا، طاقة خير، طاقة حب، يعني طاقة صراحة حلوة قوي. الشريك عايز ايه؟ الشريك برضو شكله منهك، تعبان من حاجات معينة، برضو خارج العلاقة، واضح انها خارج العلاقة، ومحتاج، محتاج تحفيز، محتاج يتحفز، لان الكارت ده بيقول ان هو ممكن يقدر يعمل اكتر، بس محتاج تحفيز. نفسه الحالة المادية بتاعته تتحسن، ده هو ده اللي شاغل تفكيره دلوقتي. شايفك ازاي؟ شايفك عندك مثقل بالمشاكل ومثقل بالعقبات. كويس ان هو شايف ده، يا رب يكون مقدره، يعني اتمنى يكون مقدره. في حالة دفاع عن النفس الفترة دي، فواضح ان في حد في حرب، او انتوا الاتنين في حرب يا عقرب، في حالة دفاع عن النفس او حالة منافسة شديدة، لكن مشاعر حلوة برضو، مولود جديد، ده برضو بيجي مع الناس المتجوزين، ممكن يكون مولود جديد، وممكن تكون مشاعر هتقوى اكتر، وحالة مادية ان شاء الله هتتحسن عليكم انتوا الاتنين. طيب واضح ان كل العصيان اللي انا شايفاها دي كلها من بره، كلها من بره، كل اللي انتوا محتاجين انتوا تساندوا بعض. يمكن يكون الشخص اللي محتاج يتساند يا عقرب، اللي محتاجه يسندك هو شريكك، و اعتقد ان هو فاهم، هو شايف متاعبك، شايفها، هو شايفك كده مش قادر تشيل مشاكلك من على الارض، فان شاء الله هيساعدك وهيمد ايد المساعده ليك. الطاقه زي ما قلت لكم، الطاقه تحفه، ايس اوف وانز، طاقه ابداع، بتبدعوا ازاي تسعدوا بعض وازاي تكونوا مع بعض بشكل احسن. القرايه برضو حلوه قوي، دي الحاله العاطفيه للمجموعه الثانيه. اوكي، عادي جدا يا سهام، ممكن جدا بإذن الله يا علا، فعلا كويس يا منال، حاضر يا سيف. الضحكة دي مفهومة طبعا، ها مفهومة مش كده؟ يلا ايه اذا ممكن ابو ياقوت، ايه سؤالك؟ إيه انت مديني تاريخ، إيه اعمل ايه؟ الدلو قال يا باسو، موجود في الصفحة حبيبتي، لذيذة خالص وكيوتة بجد، جورجي بس بحب طريقتك يا حبيبتي يا مارو، ميرسي، انتي العسلية والله. العرب هيكسب قضية ولا لا؟ ايوه، اللي بتسأل السؤال ده، انا شفت انتصار، شفت تهنئة، وشفت حاجات حلوة جدا، ان شاء الله هيكسب. نسمع كلام حلو بقى ان شاء الله يا دينا، انتي التالتة، المجموعة التالتة حالا حبيبتي. اوكي، ماجدة، خلينا نسأل these kind of questions for one card draw at the end of the reading. العفو يا ريهام، على ايه حبيبتي؟ right، ناخد بقى المجموعة الثالثة والأخيرة، برج العقرب، بتبتدي من 10 لحد 21، لحد 20 يناير، من 10 ل 20 يناير بإذن الله يا شمس، إن شاء الله ربنا يبشركم بالخير كله يا رب.
اوكي انا برج الجدي بس بحب اتفرج عليكي. ميرسي يا هبوب. اه طبعا خلاص انا الاسم عندي مش باين انت ولد ولا بنت. هبوب لولي، افتكر انت بنوته. انا عرفتك خلاص من اللايف اللي فات. اوكي ميرسي يا مجوده. المجموعه الثالثه والاخيره برج العقرب، الحاله العاطفيه، قصدي الحالة العامة، الحالة العامة. اوكي كويس. ايه كل الكوينز دي؟ طيب بص يا عقرب، ومش عايزاكوا تخافوا لان يعني هقول لكم حاجة وهفرحكم بعدها على طول. في خسارة هنا، او يحبذا تكون خساره ماديه علشان في حاجه حلوه جايه بعدها. الهم طبعا والزعل بتاع الخساره، يعني ما تاخدش وقتك في موضوع الزعل ده عشان ان شاء الله في تطور مادي حلو جدا جاي لك. ال Nine of Pentacles، حاله امان وسكيورتي من الناحيه الماديه وحاله تطور كويس جدا. وخدوا دي كمان بقى، King of Pentacles كمان، الاثنين تطور مادي اكتر، وبيوصفك انت شخص كريم وانت فعلا كريم جدا يا عرب. وهتساعد ناس حواليك والدنيا عندك كويسه قوي قوي. كبرياء وعزه نفس وحساس. انا بقى ازود بقى كارت حساس، حساس جدا، وعندك ثقه طبعا في نفسك، يعني يا رب تكون في محلها. بس انت عندكم ثقه في نفسكم جامده جدا فعلا، وتطلع للامام وحاجه حلوه قوي قوي. هتحتار قبل لما الحالة المادية تتحسن، ما تحيرش نفسك كتير، ان شاء الله الدنيا هتظبط والحالة المادية هتتحسن. الخسارة دي هتبقى عوضها ازاي؟ هتبقى باصص كده اعوضها ازاي؟ ان شاء الله هتكون حاجة بسيطة وهتتعوض بسرعة، يعني فوق ما ممكن تتخيل ان شاء الله. في هنا ارتباط، في لو انتوا اتنين لسه في مرحلة تعارف، ان شاء الله هيحصل خطوبة او اتفاق على حاجة نحو المستقبل. اللي متجوزين ومرتبطين اوريدي برضو بيتفقوا على حاجه نحو المستقبل، بيرتبوا لمستقبلهم، نسافر ما نسافرش، وشكل فيه سفر. نايت اوف وانز، سفر، تغيير مكان، تغيير بيت، بتعملوا حاجه، شغالين على حاجه. الحالة العاطفية، أو أنا شايفة إن دي كوبايات، فالحالة العاطفية عندك أنت حاسس برضا يا عقرب، مبسوط مش متضايق الحمد لله، وبتقول الحمد لله حاجة حلوة جدا جدا. الكارت ده بيطلع لك دايما يا عقرب وبيفضل يتكرر. الكارت ده بيدل على إنك أنت بتتحمس قوي في البدايات، في بداية أي شيء جديد متحمس جدا، وبعد كده بتفقد حماسك، تزهق. لا معلش، حاول تكمل الحاجة اللي أنت بتبتديها، وخلي بالك برضو من الناس اللي جنبك اللي بينصحوك، ناس قريبين منك جدا وبينصحوك نصايح مش مفيدة. The Star ده كمان بيقول لك انت مركز في حاجة ومتجاهل حاجة تانية اهم، بغض النظر طبعا عن الحيرة، هو كمان بيشير للحيرة، بس كمان انا كمان بقى بيوحي لي ان هو بيوحي بالديستراكشن، ان انت you're distracted، مش مركز في الحاجة المهمة وباصص على حاجه صغيره جدا عمال باذل فيها مجهود جامد جدا. فحاول تركز يعني توفر طاقتك للحاجات المهمه. اتفقنا؟ هلخص القراءه، في هنا ارتباط، الناس اللي لسه ما ارتبطوش في ان شاء الله ارتباط نحو المستقبل. المرتبطين برضو بيتفقوا على حاجه مع بعض، قاعدين از كابل كده بيتكلموا وبيحددوا مصير. في خساره جايه بس ما تخافش منها، واتمنى تكون حصلت ووقعت اوريدي، لان في تحسن مادي جامد قوي بعدها ان شاء الله، وهتتحسن اكتر كمان، يعني التحسن هيكون على مرحلتين مش مرحله واحده. في سفر ان شاء الله، او تغيير بيت، تغيير مكان. الحمد لله الحاله العاطفيه عندك كويسه مستقره ما فيهاش مشاكل. نكمل ما نزهقش على طول، اول لما نبتدي الحاجه ونتحمس كده لا كمل. ونخلي بالنا من الصورة الأكبر، خلي بالك من الصورة الأكبر. الحيرة اللي عندك دي بالنسبة للحالة المادية، ما تحيرش نفسك قوي إن شاء الله، هي هتتظبط لوحدها، هتتظبط لوحدها خالص.
دي المرحلة الثالثة، القراءة العامة بتاعتها. تعالوا نشوف الحالة العاطفية. 19 نوفمبر حبيبي، ده الثالثة اللي احنا فيها دلوقتي. انا ثالثة وانطبق الاولى، مفيش مشكلة يا نهى، تمشي مع الاولى، امشي مع القرارة تنطبق عليك، لان مسافة شهر دي مش بعيدة على فكرة، يعني من اسبوع لاسبوع لاسبوع، مش قصة. فممكن لو قراءة المجموعة الاولى انطبقت عليكي اكتر امشي معاها. What about love؟ عمر، هنبتدي حالا قراءة الحالة العاطفية للمجموعة الثالثة. القوس اللي قال يا منى موجود في الصفحة حبيبتي، شوفي مسجل. يعني ايه شو يعني قرايتي؟ انت عايزة تعرفي برجك ولا عايزة ايه بالظبط؟ 27/10 ده 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 ده. انت مجموعة أولى حبيبتي. القوس اتقال موجود، الله ينور، بشكرك يا حسن الشيخ، بشكرك. طيب اوكي، فاطمة بتعيطي ليه؟ عايزة ايه يا حبيبتي؟ اوكي، can you please check what pierces كاميليا، you mean Pisces؟ You mean Pisces؟ لو قصدك على برج الحوت، Pisces it's in the page، you will find it recorded in the videos. أنا مش فاهمة حاجة، ليه يا ميرا؟ قولي لي حبيبتي أفهمك، إيه اللي أنت مش فاهمه أنا فاهمهولك حالا. مش فاهمة المجموعات ولا مش فاهمة الموضوع ككل؟ أوكي. طيب لغاية معاكي ولاء، ولاء هترد على كل أسئلتك ما تقلقيش. ايه دليل الورق ده؟ انا مش فاهم ازاي بتعرفي وايه الفكرة. طيب بصي يا فؤاد، هو ده موضوع يعني طويل قوي ومتشعب جدا. الكروت دي من قديم الازل، يعني موجودة من زمان جدا، استعملها اليهود في الاول زمان خالص، بعد كده اخدوها الكنيسة، المسيحيين استعملوها، وليها مدارس بتتدرس. يعني الكروت دي متقسمة قراياتها لثلاث أجزاء، أنا هحاول أقول باختصار. جزء في علم نفس، وفي جزء ليه علاقة بالفلك، وفي جزء ليه علاقة بالطاقة، بس الجزء الأكتر هو اللي ليه علاقة بالطاقة. الموضوع طبعا بيجي بالتدريب وبالتمرين، متذاكر الكروت دي كويس جدا، طبعا في نسبة حظ غير طبيعية وقابل لصواب الخطأ، مفيش كلام في الموضوع ده. لكن على حسب بقى الموهبة اللي تبقى عند كل قارئ، في ناس القراءات بتاعته تظبط، وفي حد لا. لحد دلوقتي معايا أنا بتظبط، فمعناه إن أنا القراءة عندي واضحة، الطاقة بشوفها واضحة. كل الكارت بيبقى ليه معنى، إحنا لازم بنحفظ الأول حاجة في الأول كمبتدئين، بنحفظ معاني الكروت، بعد كده إحنا بنبتدي نشوف كل كارت رسالته إيه، بنبتدي نقولها. بس آدي كل الموضوع، واسمها طبعًا كروت التارو، ومعروفة من زمان جدًا. كتير رايح انام ليه كده يا رانا؟ حد ينام دلوقتي يا بنتي لسه بدري. دلو اهلا بيكي يا صاحبه السعاده، نورتي اللايف. برج الدلو اتقال خلاص موجود في الصفحه، احنا خلاص اخر الشهر، فقلت كل الابراج الدلو موجود، فاضل لي بس العذراء، هيتقال بعد بكره، هتلاقيه مسجل، ادخلي اسمعيه واتمنى يعجبك. طيب الحاله العاطفيه للمجموعه الثالثه والاخيره، برج العقرب. طب مالك يا عقرب، في ايه؟ لا حقيقي مالك، في ايه؟ العقرب عايز ايه؟ عايز تطور مادي دلوقتي دلوقتي، حاسس ان هو جوه عاصفة في العلاقة، ان هو الحب بايظ، العلاقة بايظة، وانه الدنيا، وان هو مجروح، وان هو خلي بالكوا العقرب برضه حساس قوي، وبيفترض حاجات يعني ممكن تكون مش صحيحة على فكرة، وأعتقد إن هي مش صحيحة المرة دي يا عقرب. عايز يخرج من حالة الجرح اللي هو فيه ده. شايف شريكه إزاي؟ شايفه بيبعد عنه، سايبه ماشي وبيبعد.
الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يحتفل معاك، الشريك عايز لو انتوا لسه ما ارتبطتوش عايز زواج، كارت اصفر منور حاجة حلوة جدا يعني، هو واحتفال يعني، هو عايز حاجة حلوة جدا معاك، ونفسه في ايه؟ عارفين نفسه يجيله تبلد ويبقى بيحارب الحرب كده، وهو مش يعني يبين لك ان هو تمام بس شكله مش قادر، شكلك ضغطه جامد يا عقرب، بيقاوح عمال يقاوح بيعافر معاك جامد وبيحاول يبين ان هو كويس بس هو انت مبهدله جامد. شايفك ازاي؟ شايفك انت كمان بتهرب، بتهرب ويعني مش عايز، ما مش عايز تواجه، ما بتواجهش. افتكر انت ما عندكش كلام تقوله يعني، انت لو هو واجهك قال لك هو انت بتعمل كده ليه، هيبقى ما عندكش اجابه اصلا، هو انت مش عارف انت بتعمل كده ليه. الطاقه ما بينكم عيله جديده او عيله سعيده، بس هو عيله جديده لو انتوا لسه ما ارتبطتوش. لو انتوا مرتبطين فانتوا عيله مترابطه وعيله سعيده وحاجه حلوه قوي. ايه بقى اللي جايب كل الحاجات دي؟ متاعب، انتوا الشهر ده فيه متاعب ودنيا كله بقى ايه، حزنان وحزن وحاجة يعني صعبة قوي، بس في طاقة جديدة داخلة الشهر اللي جاي ان شاء الله بإذن الله، طاقة امل وطاقة خير وطاقة رزق وحاجة حلوة جدا ان شاء الله. في تغير هيحصل الشهر اللي جاي، حصل حاليا كويس، حصل ايه؟ البعد، الانفصال. الشهر اللي بعده هتبقى الدنيا ايه، طالعه نازله يعني، هو شويه كده شويه كويسين وشويه مش كويسين، وده على فكره ده حال الناس كلها. طيب انا شايفه والله اعلم يعني، ما اعرفش اذا كنت غلطانه ولا لا، يا عقرب انت مزودها، انت حساسيتك وقد ايه، انت مرهف في الاحساس قوي، حساسيتك هي اللي عامله المشكله دي. اوكي، شريكك انا شايف ان هو بيحبك جدا وانت كمان بتحبه جدا، ومفيش داعي خالص للي انت عامله ده يعني،